شبكة عباقرة التلاوة تقدم. والآن نستمع إلى تلاوة قرآنية كريمة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود أبو سعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم
فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات
ولا للناس لعلهم يتذكرون. يا عم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت أصلها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل النهار واتاكم من كل ما سألتموه
الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. تلا عليكم ما تيسر من آية ذكر الحكيم الشيخ محمود أبو سعود.